ادهم شوت شوت خشي. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه، والنهارده معانا حلقه حطبه اف سي جديده. النهارده دي حلقه رقم 8 صح يا جماعه؟ ولا انا حاسبها غلط؟ ان شاء الله 8. والله ما بقاش عادي. 8 ايه؟ 9 التاسعة. دي الحلقه التاسعة. انا مدخلكم على الماتش على طول. احنا اول خلاص احنا بقينا في ديفيجن 3، كسبنا اول ماتشين، وادي ثالث ماتش. فادعوا لنا بقى باللاج اللي عندي ده، ايه ربنا يسترها. مكلمين ابو ماك فصل يا جماعه للمره الرابعه اليوم، وبيقول لي كلام مش لطيف على الواتساب. I'm so sick of this fucking company. ايه خش ايوه البحر. الله يا رياض، كنس كل حد حديثك معاك بالضبط. العرضيه قليله الادب دي عارفها. فاضي ناحيه تاني خالص. سمير ادهم ادب مهدي ماشي ارفع بقى. لا ما ترفعش او ارفع استلم يا ابن الله. شوت مهدي يا جماعه. عايز اقول لكم حاجه، مهدي من امبارح بقى لعيب تاني. حلو قوي. انت بقيت افشخ فشيخ في كل الفشخين. طب ما هو مش عايز ارقص. انا ممكن ابعت لك ليه؟ لا سوري ده مش بايرت. لا لا ده ستريمينج سيرفيس بس ببلاش. ايه يا عم انت دوست سوبر من ده. شوت يا عاطف. ايه مش لا اي حاجه اخدت اي حاجه من الكوره. لا 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 فوق ايه في الكوره. طب بيرت بره جت في دلوقتي عايش. بسرعه ممكن احضر. انا كنت فاضي خالص. انا كنت ده كرواتيا كوفيد 19 فرنس. والله العظيم ان انتوا ناس مريضه. يلا ما ماتش عشان الكرامه. عادي خد بالك ان انت عكس ام ومعاك الدفاع. انا بتعمل ايه؟ انا انا سخنان. في واحد حجمه يا جماعه، بصوا في واحد حجمه عامل ازاي. مهدي الله 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 يا مهدي. بس انا كنت فاكرك هتلعب. خش يا بنت اللذينه. ده النورنيت بس كان باصي بعد كده 15 داس باس تاني. احنا اول ما نستلم نباصي، هو اول ما يستلم يعمل لنا بريك جديد بعدنا ترونجيلا. بس ما ترونجيلا جميز. شيت. الحمد لله. نيك. خد حوان جول جول. الله سيبني عاطي احتفل. سيبني يا ابني. لا انا اللي ما بفهمش. مش لازم في حد يطيح عادي. اوبا سكاوت. ده نحس. بقول كده مش في المواضيع. نفسي افهم احنا ليه ما بجيبش جول شبه حتى كده. لا تجادل ولا تناقش يا علي، فهذا امر خطير. سمير افتح هناك. افتح حد ادهم جنبك بصراحة. ايوه مستفز فشل. لا سمير انت بتطلع حتى وانت بتعمل كلير بتطلعها فانسي. انا اوعى تفتكرني ما انا مخدتش بالي.
ابعد ماشي كده تعادل كمان يبقى كأننا كسبنا ماتش واحنا محتاجين نبقى اللي ماشيين بالثلاثات احنا كده موقف ان التاهل ايه كويس كويس البروجكشن راح من التايتل للبروموشن بس مش مشكله عشان هي كهرباء يلا يا جماعه يعني محتاجين نكسب عشان نبتدي بس النقط تفلو تاني في البتاع ده واخيرا نتعادل مره كمان كورونا جيمز وماسك لابس صراحة معلش قول بصراحة انت بحب الجو انا بحب الجو احيان لان ما فيش حد تنمر على الجو في الحياة اوه بس شدد المرسود الحمد لله الحمد لله خط الدفاع سينكرونايز في الاوفسايد اوه مهدي خلص لا حرام ما تحيوت عايز حاجه كده ايه اوفسايد والله يا مهدي هو وقف لا 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 مع لاين اللي ورا ما حدش ريباوند بقى انا عايز ريباوند معتز مهدي يس يس جو جو حلو قوي بس اهو معتز شوت وما جول لعن ابوكو الله يا رب ابوس ايدك والنبي لا يا براء ليه يا براء ليه يا جدعان ليه طلع برا يا ريت اضطرت حرام لا 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 ده في اجتماع طارق بعد الماتش ده يلا يا جدعان طلع مهدي ودي ادهم حلو خلاص يا عم حظ دلوقتي احنا محتاجين كسر 3 وينز عشان نوصل ديفيجن 2 3 وينز من 5 ماتشات دوبل يا جماعه دوبل جدا جدا بس انا مش شايف ان احنا عندنا مشكله احنا الافرج مشكله وي سكور ان افري سنجل جيم والافرج بتاعنا في اخر ماتشين 2 جولز بير جيم بوزر انف وين انا فاهم انا مش قصدي ابليم يعني بس وانت بتحدد الشورتج كانت فين في المستيك او غير الدفاعين اللي حصل لكاليفورنيا كوين بس هو يوز فور بوكس اي ثينك ده مدافع ارجنتيني يعني كنت لسه اقول لك هتيجي ده هيتينجا مدافع هولندي هيتينجا هولندي يا جماعه رجع في سنة 2010 خد انذار في ماتش البرازيل وكان المفروض يطرد وكان واحد من الكليمز على ظلم التحكيمي بتاع الحكم في ماتش هولندا والبرازيل الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي ليه مش بيلم مكروم عمل صحيح ريسك فشخ كانت لازم تبقى بينالتي بصراحه انا ملايق ما تدنيش ذا لونج ريتكس ذا لونج ما عايز يغير اصلا من سكوير طب تحمل اوه رياض برا لا 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 ابوس ايدك برا عش ادم يا راجل مهدي
عاوز اعمل لك ايه وانت وحش رياض 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 انت سنتر باك عاش 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 ودي ادهم ادهم نحتني نحتني ادهم شوت شوت خشي جول كلب قوي تخفى لا انتوا معني في الديسكورد صح؟ وعمل اربعة اربعة على طول يا ربي حلوة تخيلوا بقى تخيلوا ده كان تخيلوا كنا متعادلين مثلا اوف كده ضمننا اللي احنا هنفضل في ديفيجن 3 اعتقد ماتشين ماتشين من اربعة ماتشين من اربعة لماذا تطير الغيوم والطيور سؤالا يراودني فرود اللي يعمل سيرش ده يبقى قاعد مستني اول ما الشريط يظهر يراودني لماذا 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 انا النهارده قاعد مش لا عين. لا لا مين احنا عملنا اعظم ماتش عشوائي في البشريه سحبته مني الشارع سحبته مني الشارع ده زي اسمه ايه ده سحبنا منك الشارع اسباب اخلاقيه وشبح مكرون ده بيعمل حاجات جامده على فكره يا خبر ابيض اشمعنى اشمعنى عملوا انتم معنا يعني باصة باصة من بتوع مهد ايه ده انا ركبت على ادهم ادهم لوب لا لا انا هداب على الحارس هداب على الحارس يا ابني استنوا عايزين نعمل اللي بيقول عليه ده درس الكيمياء اللي هو طالب
مهدي مهدي جول. احتفلتي دي احتفلتي بتاعت الالتيميت تيم كرباب. انا باخد الكره عشان ايه كمان من انواع حظر وكده يعني. لو انت مسكت الكره سمير هيجي ياخدها مني. يا عم هو الحكم هيصرف مهدي فينس جول ما تصفرش يا حيوان. فينس جول يا ابني جول. معلش يا رياض طب رقم بس يا جماعه انا اللي حصل النهارده في الحلقه الحمد لله الحمد لله وصلنا ديفيجن 2. احنا من ساعه ما عاطي غير خلينا نلعب 4 و 2 1 2 وبطريقه اللعب دي بقينا نلعب حلو جدا الحمد لله. ما عطلناش في اي ديفيجن عدناهم كلهم 4 و 3 ودلوقتي وصلنا خلاص 2 اهو. يا عالم هيحصل ايه في 2؟ طبعا الهدف اللي احنا نوصل 1 ونكسب التايتل، ولكن يا عالم اللي هيحصل في 2 انا خايف منه. اكيد اكيد هنلاقي مستويات ثانيه خالص، فربنا يستر علينا يعني ديفيجن 2. وبس ما تنساش تعمل لو وصلت لحته في الحلقه ما تنساش تعمل لايك، ولو مش عامل سبسكرايب او لسه جديد هنا يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل فولو على تويتر انستغرام فيسبوك، ما تنساش تنزل بوديو وتتفرج على حلقه التجاره هناك. كان معاكم ادهم جمعه واشوفكم في حلقه تانية قريب. سلام.